بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا الدرس بنشرح طريقة تحريك صورة من مكانها ووضعها مع المحافظة، مع خلفية جزء من خلفية تعزز ما تختلف، يعني من خلفية الصورة. أول شيء شنو نقوم بتحديد اللي هو كويك السريع، شوف هاك في الماجنيك والكويك سيلكشن، اللي هو كويك سيلكشن تحديد سريع. انا بشيل هذا الصورة بحطها من دي الجهة، ها بس على اساس المعلومية. في هذا شوف هاك تحديد السريع، ها تحديد السريع حق هذه الصورة، تحديد السريع لهذه الصورة كذا. بحدد بعد جزء منها هنا في اليد، اقدر احدده. الحين شو اسوي؟ اسوي حق التحديد للتنعيم، شوف هاك للتنعيم، ابغى التنعيم انا، هذا ابي يصير ناعم، هو يضبطه هو. اقول له اروح سلكت واقول له موديفاي اكس بند، اكس بند يعني يبعد شوي عنك، يبعد شوي عن الصوره من برا. انا بحط له كام اكس بند؟ 3. بقول له اوكي. بعد شنو اللي اسوي؟ ها اختار اللي هو القاطع للصوره بحيث انه ما يغير خلفيته. شوف الخلفيه هذه يعني ما اقول لك تتغير، ولكن ده من هنا شوف هذه تجيك، ممكن تحصلها انت كذا ضغطه مستمره وتختار هذه موف تول، اوير موف تول، تختارها وتجي حق نفس الصورة، تحركها من يمين الى يسار. شوف هاك ايش بيسوي هو، احنا بنحطها هنا على اساس شنو تكون على الاقل، بس هذا مثال توضيحي يعني، مثال توضيحي. شوف هاك الان بيقوم بيشيل هذا الرجال من هنا بيحطه هنا كأنه ما صار شيء. الصورة تعطي لها جمال اجمل، بس لو كان مش مقصوص من هنا كان طلعت جمال اجمل، ولكن الان بنشوف اللي هو خليه يخلص من الانتلايزنج هذا. النسخ هو يقوم يعدل في الصورة الان الخلفية حق الصور. الان قرب يخلص، الحين بيشوف، شوف الحركه انه بيشيل لك هذه الصوره خلاص، بينقلها الى هنا الجهه الثانيه، هذه الصوره بتختفي. الحين هو يعدل، يمزج الصور الخلفيه، يمزجها. شوف هذا شال الصوره مزجها، يعني شبه تعديل بحيث انه ما تبين ان الصوره ذا. ولكن لو كانت مش مقطوعه ومن الاساس مقطوع كان ده. وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.